انت، ودايما هتلاقوا المدرب اللي عنده ثقه يسمع من الناس، مفيش مشكله، اللي عنده ثقه في نفسه يسمع الناس، واللي عنده يعني ثقه في امكانياته وقدراته هيخلي كل الناس تقول ارائها، وما تخافش يعني في الاخر العمليه او النجاح بيحسب للناس كلها، اوكي، لكن انت على راس الجهاز يعني، انا بتكلم بشكل عام يعني، دايما النجاح بيحسب للناس كلها. كابتن محمود الخطيب كان حاضر النهارده في الاجتماع، او اسف حاضر التمرين، يعني كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان حاضر التمرينه، كان موجود قبل التمرينه اللي موجوده في الملعب، كنا بنتكلم على ان الجهاز الفني بيجتمع مع بعض، وده شيء مهم جدا، ويا سلام كمان لو في اجتماعات بره النادي كمان، يعني مكان الشغل ده حلو وجميل ولذيذ ومية مية، مفيش مشكله، لكن الكلام بره بيدي لك نوع من العشم ان انت تقول رايك بشكل عادي، بشكل ما فيهوش تزويق للكلام، يعني لو في عشاء بره في يوم من في الاسبوع او يومين في الاسبوع او يوم في الاسبوعين على حسب الماتشات وعلى حسب الجدول، ده شيء مطلوب. معانا تليفون، بس مين؟ كوان. طيب معانا احمد مراسلنا، في مراسل الملعب الاهلي من النادي الاهلي. ابو حميد مساء الفل. مساء الخير.